أنا أعلن من هذا المنبر في هذه الليلة، وهي أمانة في أعناقكم، أن يحيي الجهاد والتضحية والمقاومة في العراق ضد المحتلين. يقول يجب على السوريين أن يحملوا السلاح، كل من يستطيع حمل السلاح يحمله ويقاتل بشار الأسد. قتله أوجب من قتل إسرائيل الآن، ولو قاتلوا بالحجارة حتى ينتهي، لأن هذا أصبح واجب شرعي نصت عليه الأدلة الشرعية. أنا شوف الوحيد يمكن ممن يعني مع مجموعة، طبعا لم أذكر الجهاد في العراق ولا في سوريا، ولم يأتي اسمي حتى في الاطروحات اللي طرحها بعض المذيعين وبعض المحاورين، لم يتعرض أني أنا وأتحدى أن يؤتى بشريط أو بمقالة أو بمقطع أني قلت الشاب أو قلت أفتيته أو غررت به. فأسأل الله أن يزيدكم توفيقا وأن يجمع كلمة اليمن على ما يحب ويرضاه. وقد كتبت أنا في الشرق الأوسط مقال وذكرت فخامتكم وقلت أني خاطب فيكم الحكمة، لأن الإيمان يماني والحكمة يمانية. وصحيح أن من يأتي ليعلمكم الحكمة مثل من ينقل التمر من صنعاء إلى هجر. بلغكم سلام اتحاد العلماء المسلمين، وقالوا بلغوا فخامة الرئيس سلامنا، وقولوا ماذا يأمر به أو يشير علينا في اتجاه مثلا قضايا اليمن أو الفئات التي خرجت مثلا عن الشرعية والإجماع. كلها مجاملة صراحة. تركي السدين رئيس تحرير جريدة الرياض عندنا في السعودية يقول أن من أحسن من يتكلم من الزعماء على بساطة وتلقائية هو الرئيس علي عبد الله صالح، وتصدق ليس مجاملة، نحن نستمتع بالبساطة والتلقائية والعمق. وصالح أحرقت بالنار جبهته ما شاء الله، والشعب زمجر والتاريخ يلتهب، ما أجمل العيد من غير الطغاة. السياسة كالحرباء، السياسة تتقلب، السياسة كل يوم لها وضع وكل يوم لها شان وكل يوم لها أعداء وأصدقاء.